معتز ابنه للحكيم. مين الحكيم؟ بياع البليلة. مين الحكيم؟ ابو عصام. وحدوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. تعال سيد احسن بس تعال. يا الله. بليلة ابو مرزوق تضرب انت والبليلة تبعها. يا شباب شو ساوينا؟ شو ساويت ما سويت ما بعرف. خليك معدل احسن لك. اه لما توقف هون بليلة. السلام عليكم يا بي. شو صار معكم؟ مش الحال يا بي، مش الحال. بطلت تروح. بس بس شو؟ لساتها زعلانة. زعلانة ومقهورة كتير يا بي، مقهورة كتير. إلك أنا حبيدة حبيدة بي. لك هي لازم تزعلوا لأنا. يا بي معلش ياخذني على قدعي. يعني أنا هلا ماني فهمان شو سبب المشكلة. أنا ماني مصدق إنك تطلق أمي يا بي. حبيبكم بي، حبيبكم هذا بي، هذا اللي أحكي لكم هذا. لك إن شاء الله ما تروح إلا في عزها الفوزية. آمين يا حق يا مو. كرمالنا كرمال النبي ومش هاي الفلايين إن شاء الله يا مو. ما رح أشلح على شوف أبوكي شو بده يساوي. لك نحنا ما كنا نخلص من أبدرو مشاكله. هديك الخطرة طلع على الأسطوح والله نفذه من بين إيدي. هالمرة عم يسبك ويسب أمي. إيه والله ما حدا قتاله غيري. امشي على الله أخي اهدى. دشرني عليه يا عصام، دشرني عليه. الله يرضى عليك. اهدى. خلصت بقى أبي، خلصت. اهدى والكون يا أبي كرمال النبي. تركني عليه اللي ورجي كرمال النبي. أنت شو بدك تعمل فضيحة بالحارة أنت؟ لك تضرب بها العقل. لك هذا بدر ما دخله ولا بعدين عصابه، هذا بعدين عصابه اللعبة. والله لو ورجي لهالكلب، والله لو ورجي. لك ابي ما دخلوا، عبد الرب السخن ما دخلوا. لك امك اللي بهدلتنا وبهدلت حالها. يعني يا ابي والله ما انا مستاهل انك تطلقها مشان واحد كلب مثل ابو بدر. مو مستاهل ايه؟ لك ابي انا ما كنت بدي طلقها، والله ما كنت بدي طلقها. بس هي تقول لي كلمه فشرت. فشرت انا بعد هذا العمر اللي فشرت؟ هي تضل عندي هي؟ لا والله. والله البهدله اللي بهدلتني اياها قدام اخواتك ما بتنحمل. كبيرة كتير لك أبي، كبيرة. أبي المسامح كريم، شان الله تسامحها. صعبة أبي، صعبة صعبة كتير. شو يعني أبي؟ يعني أمك لازمها تربي من أول وجديد، لازم تتربى بتعلم الناس تعرف تقدر. ليش يا أبي ليش؟ كرمال النبي لا، كرمال النبي لا يا أبي. مشان الله تسامحها، مشان الله. لك أبي والله مو كرمالها. لا والله مو كرمالها يا أبي. يعني رح ترجعها؟ والله صعبة أبي، صعبة صعبة كتير، صعبة صعبة يا أبي. مشان الله ما بدنا ننفضح بالحارة، مشان الله. وين أبو عصام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو بشير. شو أبو عصام؟ شايفك مو على بعضك، صوتك وصل لبرات الدكان، حتى الصبح مريت عليه ما رديت السلام. شو الحكيم إن شاء الله ما تأخذني، والله ما اشتريت لك، تعرف هم الأولاد. لك هذا معتز هالكني، الله وكيلك هالكني، قاعد لا شغلي ولا مشغلي، عواطلي. لا لك ابني مو عيب، عيب. بس مو لحق عليه أبو بشير، لا والله مو لحق عليه. أخي الشغل عند بخاطر دائير، كل سوء نحاس دائير. قلت له أخي اترك لي الكهرباء وتعال عنده مني، هاي كار العطارة والحلاقة عنده منك هو، تعال تعلمه. ما عم يفهم ولا عم يسمع. لك ولك كار أبوك أحسن لك لابني، لازم تسمع كلمته يعني لصالحة. آه سمعتها لك أبي، سمعتها ولا شد لك إدنا، سمعتها؟ إيه إيه إذا كان سمعتها يا أبي سمعتها. يا الله نرضى عليك، من بكرة بتفز على الدكان. آه ايه مشي على راسي يا أبي على راسي. يا ربي خلي لك هالشمعتين، والله بنرفع فيه للراس. الله يعزك عمي يا بشير. يلا عمي عصام يلا. مور عمي. شو بدنا نحلي؟ ايه العيون. يلا حبيبي يلا. رح يقدم الظهر وامك لساعتها لابسه الملاي ومو رضيانه تشلحها. شو طالع بايدنا نعمل؟ ايه الحق معها، انا لو مني ومنا ما بقعد بهالبيت ولا دقيقه. الك كان يا ريت هالطلاق كان الك. عوضين عمي. نعم يا رب بشير. الله ينعم عليك ابو عصام. ايه سيدي اليوم ما وصيتوا على خبز، شو القصه؟ اي والله ظني
ايه اليوم البيت عم يحرم اصبعه وبتعرف هي طيب الخبز اليابس. معلوم ما بتنطبخ الا بالخبز اليابس. والله ليك بحب اشرفنا ابو جيد. عوافي ان شاء الله. اهلين عيوني. السلام عليكم. الله معك. مع السلامه. مع السلامه وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا بي مشان الله يا بي بدنا نحلها أبي بدنا نحلها. بدك أبي حطوا حالكم محلي. شو بسأو شو بكون يعني يسوي؟ أنت بتعرف يا أبي لسه قلبي ما صفت أبي. الله قلبي من جوة تقلان عليها أبي. مشان الله استرنا استرنا. استغفر الله العظيم. لك والله ما حدا كاسر إيدي ورجلي غير إخوات كل بناتي. والله جميلة ودلال. هذا حكينا يا أبي ما بدنا حدا يعرف. والله اللي يصير راسنا تحت التراب. انت بتعرف يا بي البيت اللي فيه مرة مطلقة لحدا بدق بابه. هذا غير الحكي اللي بده يصير. والله اذا حدا بيحكي عن امي كلمة لفشلو نيعه. والله ولا تنسى الحكي اللي بده يصير على خالي ابو شهاب. بيسترجي حدا يحكي عن خالك ابو شهاب؟ انا بدي كسر له راسه اللي بده يحكي عنه. سمعنا معتز سمعنا. شو قلت يا بي؟ أبي والله العظيم أنا من الأول أتركن ندخل ونطلع بالبيت مشان هالشغلة. إيه والله بس خايف كمان رجعة يكبر رأسها لك أبي. عود حل ساعة بقى يا أبي. والله هي زعلانة ومقهورة. إيه معلش يا أبي معلش. ما بيصير تزعل تزعل وتنقهر كمان لأنه الحق عليها. لك هي اللي جابت وجع الرأس للكل لكل البيت. أخ بس لو ما كان أرسختكم دلال. والله يا أبي أنا ما بعرفك هيك. شلون بتعرفني لك أنا ولا؟ شو شايفني طرطور؟ اسمع المسبب ابني واسكت ما افتحت امي. يا بي انا مو هيك قصدي يا بي. لك شو قصدك ولا؟ شوفوا له انت يا الرجال بده يعمر بيت بده يكون تقلب تقل البيت. هو جسره وله وزنه. وش كان هذا الجسر ضاغط عليك ابي؟ مين بيكون ضاغطه؟ مين بيكون طقه؟ المرأة شو بيصير بالبيت ساعتها؟ والله الحق معك يا بي بس سامحها كرمال الله. يا بي سامحها كرمال الله. لك ابي الرجال وقت بينهام من مرته عيشته تحت التراب أولى من عيشته فوق الأرض. لك فهموها بقى فهموها فهموها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص أبي خلاص كرمالكم. والله حرجع كرمالكم. يا هيك يا أبي الله يخلينا. الله يخلينا ياك يا أبي. الله يديمك فوق راسنا. عصام مور يا أبي. الله يرضى عليك أبي. تشوف الشيخ عبد العلي من اللي هو بيعوزك روح يلا. ايه امرك يا ابي امرك. يلا ابي يلا. الله يخلينا اياك يا ابي. الله يخلينا اياك. فل رجلك شوي شيخي. يعني لهلا ما فهمت ليش اخذني على بيتك. هلا بالله تمشي لهلا تمشي. تفضل يا ابي تفضل شيخنا. يلا 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 شرف يا ابي. شرف بسم الله الرحمن الرحيم. احكي يا ابو عصام شو صاير معك؟ يا بي خدنا طريقة ضرب عليك روح. ايه حاضر يعني حاضر. يلا 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 يلا. سيدنا مثل المرة الماضية. ما فهمت عليك. طلع سيدنا رمي الطلع عليها. استغفر الله العلي العظيم. شو صاير لك أبو عصام؟ شو صاير لك كتران يمين طلع على لسانك؟ والله هذا اللي صار سيدنا. اليوم أبعد معي الله يلعن الشيطان وساعته. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليش تنطقها؟ أنا ما قلت لك لا تقولها مرة تانية. يا شيخي شو بدك يعني يقول؟ أخي نهارها اضربها بس لا تقول الطلاق. استغفر الله العظيم. والله ما قدرت لك سيدنا ما قدرت. ما قدرت أمسك حالي ما قدرت. طيب كنت أطلع من البيت اشغل حالك عنها. ما 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 زبطت سيدنا. هذا اللي صار. إيش ما سوي؟ إذا بيفوت على البيت أنا طالعة منه. شو في من؟ مشان الله يا أبو مشان الله. قلت لك ما بفوت على البيت. الله يخليك يا أبو مشان الله. اتركوني روح لبيت أخي اتركوني. سيدنا لسه أرضي على خطرة يعني معلش زعلان لسه. إيه الحق معها. هذا طلاق الثاني يعني طلاق ثالث بصير محرم عليك. طيب سيدي لتروق بعطي خبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاول تراضيها اليوم يا أبو عصام. إن شاء الله سيدنا إن شاء الله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
عجبك هيك؟ عجبك؟ هي راح ابي ومشي. قولي الله قولي لجعبي. تعالوا بدي يروح لانه سمع امك عم تقلع من البيت، لك شو المصيبه هي كلها خلصنا منها. اتركوني ما بدي ارجع له. لك شو المصيبه؟ شو عامل لك؟